هذا الحفل هذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تم تنظيم هذا الحفل من طرف مؤسسة غفران بلال لكرة القدم. وهذا الحفل هذا يعني كتنشيط للوليدات وك يعني تدعيم لهم في هذا المجال الرياضي، وكذلك يعني باش نحفزوهم اكبر تحفيز باش يمارسوا هذه الرياضه هذه اكثر، وباش يكونوا ان شاء الله في المستقبل نجوم باذن الله. بالنسبه لاختيار ديال اللاعبين يعني خدينا الصغار وخدينا المتوسطين. بالنسبه لهذا بالنسبه للاختيارات يعني كانت اختيارات يعني في محلها، وكانت يعني كانوا زعما وليدات تبارك الله كاين اللي كيلعب. كنا كنديروا دوري يعني في كرة القدم منذ بداية السنة، وتعرفنا على هاد الأندية هادي، نادي النجم الشمال، نادي الدرادب، ونادي العنبر. ويعني باندماج مع المؤسسة ديالنا غفران بلال يعني حاولنا أننا ننظموا هاد التظاهرة هادي إن شاء الله. أولا كنرحبوا بقناة شوف تيفي على هاد التغطية الإعلامية الرائعة. بالنسبة كما كتشوفوا اليوم عندنا واحد الدوري مصغر اللي كيجمع بين أربعة ديال الفئات. الفريق المنظم اللي عرفنا صراحة كنشكروه بالأخ السي عزيز عند مؤسسة غفران التعليم الخصوصي. شاركنا أربعة ديال الفرق، نجوم الشمال ومستقبل دردب وكذلك نجوم العنبر. هاد الدوري هذا اللي كيجمع ثلاثة ديال الفئات العمرية، فئة ديال المبتدئين والكتاكيت والبراعم. اليوم كما كتشوفوا عندنا مقابلة افتتاحية، غيكونوا إقصائيات، هو في الأخير كلشي غادي يتسوج إن شاء الله من الصغير حتى الكبير. كذلك غيكون تكريم بعض الشخصيات الرياضية داخل مدينة طنجة. أجواء كما كتشوفوا أجواء رائعة. غدا إن شاء الله غيكون الحفل الختامي اللي غيكون حتى هو كاين شي حاجة جديدة إن شاء الله. نتمنى من الله أن تستمر هاد الدوريات وهاد الطورنوات داخل مدينة طنجة تكون في أحسن الطرق إن شاء الله. بالنسبة للاختيار ديال اللاعبين حنا كنعطيو إضافة يعني أي واحد يعني كنعطيو واحد لافونتاج أن أي لاعب يشارك، ماشي ضروري أنه يكون كويري باش يشارك، كنعطيو فرص لجميع اللاعبين. وكما كتشوفوا الدليل هو أن عملنا ثلاثة الفئات العمرية، وخا هي كاين العطلة العيد كاين الدراري مسافرين وهذا، إلا أننا قلنا نداركم المنخفض ونحاولوا. الأجواء كما كتشوفوا يعني مستوى يعني متقارب، ما كاينش هذا طالع على هذا، مستوى مزيان. المراحل باش نحاول نشرحكم اكثر، هنا اربعه ديال الفرق، كل فرقه عندها ثلاثه ديال الماتشات، وجوج الفرق الاوائل اللي عندهم اعلى نسبه ديال الاهداف ديال النقط هما اللي غادي يلعبوا المقابله الختاميه. فهمتي؟ يعني احنا عندنا اربعه ديال الفرق، كل فريق غيلعب ثلاثه ديال المقابلات، وجوج الاوائل هما اللي غيلعبوا المقابله النهائيه. يعني كل فئه عمريه، يعني فئه المبتدئين غيطلعوا جوج اللي غيلعبوا الفينال، والفئه ديال الكتاكيت غيطلعوا جوج اللي غيلعبوا الفينال، والفئه ديال البراعم كذلك غيطلعوا جوج اللي غيلعبوا الفينال. كنشكركم على صادفناكم وجيتوا الدعوه ديالنا، شكرا. بالنسبه لهذا الدوري هذا نظمناه على حساب الوليدات باش يستافدوا بزاف ديال الحاجات، ماشي غير كره، مع اللقاء مع بعضيتهم وينسجموا بزاف ديال الحاجات، ومع الختام الدراسه باش عاوتاني باش يخرجوا العطله مزيانين. اول مره هذه النسخه الاولى ان شاء الله 24، وان شاء الله باقي النسخ. الكراجات غير حنا عن النادي ديالنا قلنا في الاخر السنه غادي ننظموا الدوري، هذه هي الفكره اللي جات، نظموا الدوري باش الوليدات يستافدوا، هذه هي الفكره اللي جات. اللاعبين عندنا حنا في النادي ديالنا، النادي مؤسسه غفران، هذوك شاركوا معنا، عملنا لهم الدعوه وشاركوا معنا، وكنشكروهم اللي قبلوا الدعوه، وكنشكروهم كاملين بالاخ سي عمر وبالاخ سي عمر الثقال وبالاخ هشام قيوري. فرق مشاركه اربعه عندنا اليوم عندنا اربعه بارديدوس. أربعة مباراة، المباراة الأولى هي هذه، والمباراة الثانية إن شاء الله اللي غتجمع مؤسسة غفران مع نجوم العنبر، والمباراة الثالثة اللي غادي تجمع مستقبل درادب مع نجوم هذاك، لا مستقبل درادب مع نجوم العنبر، والأخيرة هي لا عندنا غدا ان شاء الله الختام. غدا عندنا حفل الختام فيه الجوائز وفيه الشواهد، كلشي ان شاء الله يستافد، كلشي غيدي الجائزه ديالو، كلشي غادي يدي الميداليه ديالو، الشواهد عندنا ان شاء الله كلشي. باش نقول لك كنشكروهم اللي تاقوا فينا، ان باش تثق الوالدين يثقوا في حال هذا راه صعيبه، حنا كنشكروهم والحمد لله حنا ماشي عندنا السمعه مزيانه وكيثقوا فينا الحمد لله، ما الحمد لله.
حاجه كنتقدم بالشكر والامتنان نيابه على كل اعضاء نجوم العنبر. كنتقدموا بالشكر والامتنان لهاد الناس اللي مسؤولين على مدرسه ديال الغفران اللي كانوا السباقين والمبادرين لهاد التظاهرة بتنظيم التظاهرة ديال هذا الدوري. وصراحة الله هما ديما يعني ديما كيكونوا سباقين للتظاهرات هذه وزعما كنشكرهم بزاف حيت جعلوا الأطفال من بعد الضغوطات ديال هذه السنة ديال الدراسة والامتحانات أنهم يجيو يفرغوا شوية الضغوطات هذه ويرتاحوا ويبرزوا المواهب ديالهم. وشكرا لكل من ساهم في هذا التظاهره هذه. تم الاستدعاء ديالنا من طرف مدرسه الغفران ولبينا الدعوه. اول دوري اول نسخه عندهم ياه، ولكن سبقنا كنا نتعاملوا معهم بخصوص كيوقفوا معنا بزاف ديال من ناحيه الترونسبورات، يعني كتوكل الترونسبور باش كتسافر بهم كتخرج بهم، يعني المساعدة ديالهم والخدمات ديالهم جليلة صراحة الله على بزاف ديال الأندية. وكنقدم لهم الشكر والامتنان وكنقدم الشكر والامتنان للجميع. وكنتمنوا هذه التظاهرة هذه تكون ناجحة إن شاء الله وهي راه ماشية في الطريق، وموراها تكون تظاهرة أخرى من طرف عدة أندية. وشكرا بزاف جزاكم الله خير. بهذه المناسبة أول حاجة كنشكركم على الاستضافة، كنشكركم من والو كتعملوا بزاف نورمالمون باش تجيو في هذه الاجواء وتواكبوا من الناحيه ديال الفئه الصغرى، راه شابو ليكم. ثاني حاجه كنوصلوا الشكر ديالنا المؤسسه ديال غفران على الدعوه. الهدف ديالنا مع هذا الدوري هو الوليدات ينشطوا من بعد العطله ديال العيد، حاولنا نوفروا لهم هاد السبت والحد باش ينشطوا فيه اكثر. من ناحيه ديال المشاركه هو كاين اتصال ما بين هاد الجمعيات اللي ديجا كنتلاقاو، باقا كنعرضوا عليهم باقا كيعرضوا علينا. كذلك نوصل الشكر الاخ عمر. الاختيار على حسب الجمعيات اللي هما كيتوفروا للمدربين في مستوى ولا تسير في مستوى. الحمد لله بدينا كنشوفوا جمعيات كيلعبوا بالنيفو ديال الفرق، هذا هو الهدف ديالنا حنا في الجمعيه وما حنا نمشيو بعاد ان شاء الله. اول حاجه الخطوه الاولى هي الطفل كيستافد، الخطوه الثانيه هي العلاقات. الحمد لله كان تونا ما ربحنا شي تورنوا، كنربحوا علاقات كنربحوا جمعيات ويا الرياضه هي العلاقات. كنلعب مع فريق نجوم الشمال، كنت كنلعب معاهم في 2020 وما بقيتش كنلعب معاهم، مشيت لواحد الفريق اخر مورا رجعت لي. عجبني هذا الفريق لانه كتميز بزاف د الحاجات، الأستاذ اختارني باش نجي نلعب الدوري، دازت أجواء رائعة، وباقي عادي نشوف الأجواء كيفاش تكون، إن شاء الله نتمنى ونخرجوا بشي نتيجة إيجابية، إن شاء الله علاش لا، شاركت واحد الدوري قبل العيد، وصلنا للفينال وحنا نتخسر، بابا كان كيلعب الكرة، ياك ملاعبي، مع نادي القنيطري، كاك، نولي الخليفة ديالو إن شاء الله، إن شاء الله. الموهبة ديالي هي كرة القدم. وكنجيو باش رزق ماشي باش نتعصبوا، واللي يربح هو الفائز وما نتعصبوش. وانا عامين وكنلعب مع هذه الفرقه هذه ومرتاح معاها، واسمها الفرقه ديالي نجوم العنبر الرياض، داني الوليد ديالي. والموهبه ديالي كره. عجبني الفريق وعويته كيعطينا تعليمات باش نغلبوا، اذا ما غلبناش ماشي مشكل، انا ولي بغيت نشارك ويعجبني نشارك، واذا خسرنا ماشي مشكل، راه كانت ما عدلنا مجهودنا وغلبنا، واذا خسرنا ماشي مشكل. الى قلت لك الى بغيتي تكبر تكون شي لاعب كبير؟ ان شاء الله. شكون اللاعب اللي كيعجبك؟ ميسي ونادي برشلونه.